Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani dari Grade 1 Kesambi. Saya akan membacakan juz ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum antum bitu syahajara ailahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala hilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajira a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Amman yuhibbul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahumma Allah qalilam ma tazakkarun. Amman yahdikum fi dhulumatil bahri wal bahri wa man yursilur riyaha bushran bayna yadayhi rahmatih. Ailahumma Allah ta'ala Allahu amma yushrikun. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْجُوكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها أمول. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تهجن عليهم ولا تكن في ضيف مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون رفد لكم بعض الذي يستعجلون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذه الأمي عن ضلالتهم. إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس لكانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم نحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَجِئَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلًّا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفوا طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه من اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوا إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوهم عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون فأشبه فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فهرمنا عليه المراجع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم لها ناصرون فرددناها إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزنا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما فكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقزه موسى فقضى عليه
قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستهرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبسط أن يبسط بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلون فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدعينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من النساء يسكون فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما نمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على إن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شائط الوادي أيمني في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها عجل ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يداك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين
qala rabbi inni taqaltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi harunu huwa asfahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ فَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب الغرب إذ قضيت إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتيناهم من نذير لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهروا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما تبعه إن كنتم صادقين فإن لم تستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
Assalamun alaikum lana bakajul jahilin inna kala tahdi man ahbabata walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhsidin wa qalu inna tabi'il huda maka yutakattuf min aradina awalam numakin lam haroman aminai yujib ba'ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aksarahum la ya'lamun wakam ahlakna min kuryatin basirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila fakunna nahnu warithin فَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ومتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وكيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة خيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا يسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فتجعلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون قام من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun fakharaja ala qawmihi fi jinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu ladhu hazzin azim wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu allahi khairul liman amana wa amila saliha wala yulaqqaha illa as-sabirun fahasafna bihi wa bidarihil ard wa ma kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirun wa asabahu alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna allahu alayna lakhasafa bina wa wayka annahu la yuflihul kafirun tilka darul akhirati naj'aluha lilladhina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin man jaa bil hasanati falahu khairun minha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَضُوا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين سبقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنكم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه فأتباه السكينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يغفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته من ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا فيها آية بينات لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة
wabarakatuh. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Wa'adahu wa samuda waqad tabayyana lakum min masakinihim. Wazayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili waqanu mustabsirun. Waqaruna wafir'auna wahaman. Walakad ja'ahum sabil bayinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu sayyihah faminhum man khasafna bihil ard faminhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyaqlamahum walakin kanu anfusahum yajhimun. Masal alladziina ittakhadhu min dunillahi awliyaa kamasalil manqabut ittakhadhat baita wa inna awhayna buyutillahi labaitul manqabut law kaanu ya'lamun. Inna allaha ya'lamu ma yad'uuna min dunihi min syai'in wa huwal 'azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illal alimun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Yuk, semangat membaca Al-Qur'an.